بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وأعرب المستشار جبالي في البرقية عن تمنيه أن يكون العام الجديد فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائما وأبدا واحة للأمن والأمان تحت قيادتكم الرشيدة.